يا هلا والله بمتابعين هروج المصارعة، كل عام وانتم بخير مرة ثانية وثالثة ورابعة وش يضر. كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة. اليوم حلقة جديدة من هروج الأخبار، ونبدأ مع العناوين. بري وايت: العداوة بيني وبين روك لم تنتهي. ريندي أورتن يتلقى التقرير الطبي للعودة من جديد. عداوة متوقعة حدوثها بين بروك لزنر وسمو جو. الدي في دي لبروك لزنر سيحتوي فقط على مبارياته منذ عودته في 2012، وباتيستا يتحدث عن عودته عام 2014. وإلى تفاصيل الأخبار، هيا تعال هيا. الخبر الأول: تحدث النجم الغامض بري وايت عن دور الذي قدمه في مهرجان رسل مينيا 32، حيث قال أن الأمر لم ينتهي بالنسبة له على الإطلاق، وأن على روك دفع ثمن ما فعله في مهرجان رسل مينيا الماضي، وعلن عن تحديه له في رسلمانيا 33 العام القادم من أجل إنهاء العداوة بينهما. الخبر الثاني: تلقي ريندي أورتن الموافقة الرسمية من طبيب WWE بأن يعود للحلبات بعد أن شفي تماما من الإصابات التي تعرض لها منذ شهر. بل أكد تقرير الطبيب WWE أن ريندي أورتن لا يحتاج لأي تدخل جراحي، وابتداء من الأسبوع القادم سيدخل ريندي أورتن في التدريبات الاستعدادية لأجل عودته لحلبات WWE. الخبر الرابع: تحدثت عدد من المصادر أن DVD الذي ستطلقه WWE في شهر أكتوبر القادم عن مسيرة الوحش بروك لازنر سيخلو تماما من التقارير الوثائقية، وسيكون فقط يحتوي على مبارياته التي قدمه منذ عودته في 2012، مع عدد من المشاهد من خلف الكواليس، وسيتم وضع مباراة واحدة فقط من عام 2002، وهي التي كانت بينه وبين الراحل مستر بيرفكت. الله، DVD كامل، DVD الظلام، أنا أشوف ما يقطع سناب شات يكفي مسيرة بروك لازنر. معليش نمزح. الخبر الثالث: هناك أحاديث تجري حاليا في WWE بأن يتم بناء عداوة بين بروك لازنر وحامل لغب NXT سمو جو، ينتج من خلالها عددا من المباريات. الخلاف هل تكون مباريتهم في رسلمانيا 33 هي أولى المباريات في هذه العداوة؟ المهم والأكيد أن هناك مباراة ستجمعهم في رسلمانيا 33 خلال هذه العداوة. الخبر الخامس والأخير: تحدث النجم باتيستا عن مسيرته الأخيرة في حلبات WWE والتي كانت في 2014، فقال صراحة ما أدري، استغربت أنا وريندي أورتن أن WWE أبعدون عن استكمال عداواتنا مع دانيال براين، ما أدري ليش في الرسلمانيا 33 أنا وريندي سوينا كل اللي علينا علشان يظهر دانيال براين بشكل كبير وحلو، مع ذلك ما استبعدونا عن العداوة وابعدونا تماما عن دانيال براين، بل ولام ركزوا على ذي، ما قالوا لنا شكرا لكم على ما قدمتوا لبراين. المهم، أثناء الترويج لفيلم Guardian of the Galaxy توصلت مع تريبل اتش وستيفاني مكمان وقلت لهم أريد أعود في سامر سلام حتى تستفيدوا من الفيلم الذي تم إطلاقه، لكنما رفضا ذلك العرض ورفضا عودتي وقالا لي الفيلم لم ينجح. والله تحطيم لباتيستا أشوف. المهم، إلى هنا وصلنا إلى ختام الحلقة، أتمنى نالت على رضاكم واستحسانكم، ولا تنسونا من اللايك والدعم اللامحدود، وأي استفسار أو ملاحظات كتبوها ولا تترددوا. كان معكم صوت الشرق، وشكرا لحسن استماعكم.